يا صباح الخير او مساء الخير حسب ما انتم بتشوفوا الفيديو. المهم يعني ان يومكم يكون مليان بالسعاده والتفاؤل وراحه البال. يا رب جميعا تكونوا بخير. بصي يا امارات، فيديو النهارده مش وصفه قد ما هو فكره، بس هي فكره حلوه جدا بتنفعنا في اوقات كتير. اوقات كتير بيبقى عندنا بواقي فراخ، ايا كان بقى الفراخ دي كانت معموله ازاي، كانت مسلوقه، شاورما، فاهيتا. المهم يعني اوقات كتير لما بيبقى فاضل عندنا فراخ الاولاد ما بترضاش تاكلها تاني يوم بنفس الطريقه، فنعمل ايه بقى؟ فهنعمل لها اعاده تدوير اكيد، يعني مش هنرميها ولا هنسيبها بقى ونركنها في التلاجة لغايه لما تنشف وتبوظ. قال يعني بنريح ضميرنا بقى ان هي موجوده في التلاجة؟ لا خالص، احنا ممكن نعملها بطريقه نخليها احسن من ما كانت، والاولاد هيتغدوا احلى غدا وكانك لسه عاملاها فريش. انا كان عندي فراخ مسلوقه عادي جدا ومتحمره في الفرن، فتاني يوم بقى قلت لا انا ادخلها في وصفه حلوه كده ونتغدى غدا كلنا بنحبه. فعملت مكرونه بالوايت صوص بالفراخ دي اللي كانت مسلوقه او بيتة، بس بجد طلعت ولا احلى. يعني عملنا غدا جديد وحلو وفي نفس الوقت ما وقفناش كتير. تعالوا بقى نشوف المكرونه القمر دي عملناها ازاي. بس قبل ما نبدا الفيديو كالمعتاد يعني عايزه افكركم، يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك وشير، علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. فوق او في حل على النار حطيت معلقه كبيره مليانه من الزبده، ولما الزبده ساحت نزلت عليها معلقه صغيره من الثوم المفروم. ان اقلب الثوم بس تقلبتين كده، انا مش عايزاه ياخد لون ابدا. وبعدين نزلت عليه ببصلايه يكون حجمها صغير جدا مبشوره او مفرومه في الكبه، وهقلب برضو البصلايه دي مع الثوم تقلبتين بس، انا مش عايزه اي حاجه فيهم تاخد لون، انا عايزه يدوب البصل بس يدبل. وبعدين نزلت عليه بالفراخ المسلوقه، انا قطعتها قطع كده صغيره وشوحتها شويه مع البصل والثوم، وبعدين نزلت عليها بقطع صغيره من الفلفل الاخضر الرومي والحار. طبعا لو عندك الوان حطي بيكون حلو جدا. وبعدين نزلت عليها بالتوابل البودر اللي هي ملح طبعا وهيكون حسب الرغبه، معلقه صغيره ممسوحه من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره ممسوحه من البابريكا ومعلقه صغيره مليانه من الزعتر. المهم يعني اي توابل ايطالي عندك حطيها، ورشه صغيره جدا من الحبهان المطحون ورشه من جوز الطيب، وده اختياري. وهقلب بقى الفراخ مع التوابل دي شويه، وبعدين هاخد الفراخ كده في جنب من الحله، في الجنب التاني انزل بمعلقتين كبار مليانين من الزبده، وهحط عليهم معلقتين كبار ممسوحين من الدقيق، وهقلب الدقيق مع الزبده شويه كده لغايه لما يتحمص. وبعدين هقلب المكونات كلها مع بعض، وهحط مكعب من المرقه، وده اختياري بس هو بيدي طعم حلو جدا للمكرونه. ولو ما عندكيش مكعب مرقه ممكن تحطي معلقه صغيره من مرقه الدجاج الفوريه او توابل الفراخ، اي حاجه عندك حطيها. وبعد ما قلبتهم مع بعض شويه حلوين كده، هنزل عليهم بكوبايتين من اللبن مع التقليب المستمر طبعا علشان الدقيق ما يعملش تكتلات. وبعدين حطيت مثلث من الجبنه، ممكن تستخدمي اي نوع جبنه كريمي، بس انا حبيت استخدم كده حاجه بتكون متوفره عندنا كلنا، وممكن تستغني عنها خالص مفيش مشكله، وممكن لو عندك قشطه برضو تحطي، لو عندك كريمه طهي تحطي. وكمان حطيت ورقتين من الزعتر الفريش انا زرعاه عندي في البلكونه، ومع التقليب المستمر لاحظت ان قوام الصوص تقيل معايا شويه، ف يا اما هتزوديه لبن طبعا حسب الرغبه، بس انا زودته كوبايه من الميه. كوبايه الميه اللي انا زودتها اخدتها من ميه سلق المكرونه، فقوام الصوص ده بتاعك انت. في ناس بتحب قوام الصوص تقيل وفي ناس بتحبه خفيف، انا بصراحه بحبه وسط، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، فقوام الصوص ده بتاعك انت. كمان كان عندي قطعه جبنه رومي كده في الثلاجه كانت هتنشف، فقطعتها لقطع صغيره في الصوص، كمان بتدي طعم حلو وغني جدا. وهفضل برضو استمر في التقليب لغايه لما القوام يسخن ويغلي، وبعدين هنزل عليه بكيس من المكرونه الاسباجيتي انا سلقتها بنسبة يعني 60% مش اكتر من كده، علشان لسه هنسيبها شوية في الصوص. يعني بلاش تسيب المكرونة تستوي بشكل كامل، علشان لما نسيبها شوية في الصوص ما تعجنش منك. وبعد بقى ما بنزل بالمكرونة في الصوص بقلبهم مع بعض كده لمدة 3 دقايق على نار هادية، علشان المكرونة تشرب من الصوص كويس، وكمان علشان تكمل التسوية بتاعتها. اهم حاجة ان الوصفة دي ما بتتعملش وتتركن، يعني لازم تتعمل وتتاكل على طول. وبس كده بالفراخ اللي كانت بايتة عندنا عملنا غدا جديد سريع شكله حلو وريحته احلى وطعمه احلى واحلى، وكده تبقي رضيتي الاولاد ورضيت البيت كله وعملت لهم غدا بيحبوه، من غير بقى ما تستخدمي لحوم جديده ولا اي حاجه. وعلى فكره ممكن تعملي نفس الوصفه دي، بس تخلي الصوص اخف شويه وتحطيها في بايركس او في صينيه او في طاجن، وتدخليها الفرن برضو وتديها وش تحمير كده، وبتبقى حلوه جدا وكانك عامله نجرسكو مثلا. شايفين شكل المكرونه والصوص عامل ازاي؟ بجد كانت ولا احلى. بعد ما غرفت رشيت رشه كده بسيطه من الزعتر والبابريكا، بتدي برده طعم. وعلى فكره ممكن تستخدمي اي نوع مكرونه بتفضليه، مش لازم الاسباجيتي. يعني احلى مكرونه بالوايت صوص بجد، مكوناتها بالنسبه لوصفات كتير انا بعتبرها يعني اقتصاديه شويه، لان ولا استخدمنا جبنه كتير ولا استخدمنا كريمه
ولا قشطة، ده غير بقى ان احنا عملنا الغدا كله في حلة واحدة، وبجد وبدون مبالغة الوصفة دي كلها على بعض مش هتاخد منك اكتر من ربع ساعة بس، والكمية اللي انا عملتها معاكو دي هتطلع معاكي 3 اطباق كده حجمهم كويس جدا، لكن لو الاطباق صغيرة فممكن يعمل معاكي 4 او 5 اطباق. وبس كده الفيديو البسيط بتاعنا النهاردة خلص، نتقابل ان شاء الله على خير بفيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه، بس لو سمحتوا لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجة بسيطة ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش اللايك والشير. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.